عموما المدير التنفيذي للنادي الاهلي الدكتور سعد شلبي اتكلم في هذه الامور، واتكلم كلام مهم جدا وكلام كله رائع الحقيقه. خلينا نطلع نشوف هذا اللقاء مع دكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الاهلي، ونرجع نكمل مع حضراتكم مره اخرى. كل التحية لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. يوم من الأيام المهمة اللي بتدل على حجم الاستثمار الرياضي الموضوع داخل النادي الأهلي، توقيع عقد شراكة ما بين النادي الأهلي والشريك الرئيسي والاستراتيجي اتصالات مصر. أمور كتير جدا هنستفيد في الحديث فيها مع الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي. دكتور سعد، برحب بحضرتك على شاشة قناة النادي الأهلي. النهاردة توقيع عقد رعاية شركة اتصالات مصر الشريك الرئيسي والاستراتيجي للنادي الأهلي، خطوة مهمة جدا من خطوات كتير وضعها مجلس إدارة النادي الأهلي. يعني اعتقد النهارده المؤتمر بيعكس قيمه علامه تجاريه كبيره هي علامه النادي الاهلي، قيمه ايضا السعاده البالغه لطرفي الشراكه النهارده النادي الاهلي وشركه اتصالات، في تطابق كبير جدا ما بين العلامتين، ويمكن ده كان واضح جدا في فعاليات المؤتمر ان اتصالات النهارده بتعدل علامتها التجاريه وبتخش السوق بعلامه تجاريه تم تطويرها في الفتره الاخيره، هي عايزه تعمل وعي، ترفع الوعي بالعلامه التجاريه، وهي بتقر ان هي ما اكبر من النادي الاهلي كمؤسسه رياضيه في القاره الافريقيه وفي الشرق الاوسط، تقدر تعمل النشر السريع للوعي بالعلامه التجاريه اللي عملتها اتصالات وعدلتها. والعلامه التجاريه في الحقيقه لها فلسفه جديده، ان اتصالات اند ليس فقط الكوميونيكيشن، ولكن ايضا ممتده لتشمل كل القطاعات التكنولوجيه، وبالتالي هي عارفه الشغف اللي عند جمهور النادي الاهلي بان يتابع اخبار النادي الاهلي على مدار ال 24 ساعه في السبع ايام بتوع الاسبوع. النادي الاهلي يمتلك منصات إعلامية ضخمة جدا سواء كان في السوشيال ميديا، ومنها قناتنا الموقرة قناة النادي الأهلي، هم عارفين الإمكانيات بتاعتنا في إن احنا نقدر قد إيه نخلق محتوى رقمي مهم جدا، هم يقدروا يساعدونا في تطوير هذا المحتوى الرقمي واستثمار هذا المحتوى الرقمي في زيادة الوعي بالعلامة التجارية. عندنا كنز آخر وهو أهم كنوز النادي الأهلي، هو واصل كبير من النادي الاهلي هو جمهور النادي الاهلي، وجمهور النادي الاهلي يتمتع بدرجات كبيره من الولاء للنادي الاهلي، هم عايزين يستثمروا هذا الولاء ويحققوا له معدلات كبيره من السعاده بمحتوى يقدر يستثمر التكنولوجيا اللي عندهم ويستثمر المحتوى الضخم اللي عندنا في النادي الاهلي. فاعتقد ان دي علاقه كمان مش بس بتعلن عن شراكه استراتيجيه تحقق اهداف مشتركه لكل من النادي الاهلي وشركه اتصالات، ولكنها ايضا بتقدم نموذج فريد للرياضة المصرية وصناعة الرياضة المصرية وأسواق الرعاية، لأن الأول مرة النهاردة أن احنا بنبقى في علاقة تعاقدية مباشرة مع الراعي الرسمي، كانت في الفترة الماضية على طوار العقود الماضية يعني منذ أن بدأت الرعاية في النادي الأهلي، ويمكن ده احنا قلناه في داخل القاعة، وكابتن محمود مشكورا قال أن احنا أول تيشيرت كان ظهر عليه رعاة كان في 78-79. النهارده احنا بنأكد على اهم اصل دوت، ان الشركه عايزه تستثمر اصلنا الكبير اللي هو الجمهور، وتسبب له السعاده والفرح بمتابعه اخبار وبيانات وتتواصل مع نجومها اللي موجودين عندنا في النادي الاهلي. دكتور سعد، عايز اقف عند نقطتين او جملتين في غايه الاهميه. الكابتن محمود الخطيب قال اسم الاهلي كبير قوي واسم الاهلي جذاب بيجذب اي شركه او مؤسسه. ايضا المهندس حازم متولي رئيس تنفيذي لشركة اتصالات مصر لما قال احنا بنبحث عن خطط وتطوير الفترة القادمة، فلم يكن هناك افضل واهم من النادي الاهلي. يمكن انا بشكر طبعا الاستاذ حازم متولي الرئيس التنفيذي لشركه اتصالات في الحقيقه عن تقديره الكبير لقيمه ومكانه النادي الاهلي، وقد ايه ان الشركه فعلا هي شركه واحده من الشركات الكبرى ايضا في منطقه الشرق الاوسط في مجال الاتصالات، وعلى فكره هي متواجده في الاسواق العالميه الرئيسيه في صناعه كره القدم تحديدا في الخمس دوريات الكبيره، يمكن اعلاناتها موجوده على كل الدوريات موجوده، ودي يعكس ادراكها وصدقها في ان هي عارفه السوق الرياضي وحجمه، وتقديراتها مبنية على بيانات رقمية حقيقية ليست مشاعر عاطفية، لأن احنا النهاردة بنتكلم في استثمار واستثمار ضخم، فهو طبعا أكيد عارف قيمة النادي الأهلي. وإحنا كمان لما بنتشارك ونتعاون بتنعاول مع شركات عالمية لها مكانة عالمية ولها حصة كبيرة في الأسواق وتمتلك قدرات وإمكانيات تستطيع أن تضيف أيضا سعادة لجمهورنا اللي احنا بنحققه من خلال النتائج الرياضية بتاعتنا، فكمان التكنولوجي سواء كان
من خلال الموبايل، سواء كان من خلال مواقع السوشيال ميديا اللي عندنا، سواء كان من خلال قناة النادي الأهلي. أي حاجة النهاردة هيبقى فيها تطوير، فهو عارف القدر الكبير ده، وإحنا في الحقيقة بنشكره عليه. ويمكن كابتن محمود كان في كلمته برضو بيأكد على أن الأهلي كبير، فدي بيعكس أن الاستراتيجية بتاعت الشراكة اللي حدثت النهاردة في التوقيع بتحقق أهدافها على الأرض، وتستطيع أن تصل إلى نهاية المطاف في 4 سنين بنتائج تحقق رضا لكل طرفي الشراكة. ده برضو مهم جدا، وأن النهاردة العودة الحميدة النهاردة لشركة اتصالات بتأكد حاجة كبيرة جدا، أن الخلفية التاريخية والخبرة التاريخية للاتصالات اللي كانت أول مرة برضو دخلت السوق في الفترة دي، كانت بتخش من خلال النادي الأهلي، لأنها ده مؤمنة أن النادي الأهلي حقق لها أهدافها. والنهاردة لما بتطور علامتها التجارية بشكل جديد وبفلسفة جديدة، أدركت تماما أن النادي الأهلي هو النادي الأقدر ليها في القارة الأفريقية وفي منطقة الشرق الأوسط، لأن ده سوقها الرئيسي، أن هي تقدر تخش وتحقق أهدافها الاستراتيجية مع أكبر علامة رياضية في أفريقيا، هو علامة النادي الأهلي. عايز يرجع للنقطه في غايه الاهميه. اثناء عرض البرنامج الانتخابي لمجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب، كان في بند مهم جدا، وهو كيفيه تطوير موارد النادي الاهلي، وكان دور مهم جدا كابتن محمود خطيب اتكلم في هذا الامر. النهارده واقع فعلي بنعيشه مع النادي الاهلي في كيفيه تطوير موارد النادي الاهلي، النهارده جزء من هذه الخطه اللي كانت موضوعه من قبل، ودي عايز اربطها بالربط اللي ربطه الكابتن الخطيب مع الحاله اللي بتعيشها الدوله المصريه والنادي الاهلي كاحد المؤسسات الوطنيه في هذا الامر. دايما في النادي الاهلي احنا مش بنتكلم غير عن حقائق، ويمكن كابتن محمود الخطيب كان حريص على ان النادي الاهلي يحقق طفره ماليه كبيره تقدر تلبي طموحات جماهير النادي الاهلي واعضاء جماهير النادي الاهلي في كل مختلف نشاطات النادي الاهلي، في بناء فرق رياضيه قادره على الاستمرار في الانجاز. والحمد لله كان عندنا اخر بطوله هي بطوله السوبر، ده كان النهارده واحد من الاهداف الاستراتيجيه عندنا. لفظ الاستمرار مش المنافسه، لا لا، احنا ده تاريخنا بيأكد ان احنا الاول، واحنا القائد بتاع كل الاسواق الرياضيه سواء كان على المستوى الرياضي او على المستوى المالي. كمان احنا النهارده مجلس الاداره الموقر اعلن منذ اكثر من 10 ايام يوم 10/11 تحديدا، اعلن عن فائض مالي لاكبر واضخم ميزانيه، بتعكس ان النادي الاهلي، عندما تحدث الكابتن محمود الخطيب في الحقيقه ان النادي الاهلي عايز يطور موارده الماليه، الميزانيه بتاعت النادي الاهلي اكدت ده، واكدت ان عندنا فائض تجاوز ال 149 مليون جنيه، ميزانية تجاوزت 3 مليار 87. هل ده يعني ان ده بيلبي طموح النادي الاهلي زي ما ذكر كابتن محمود؟ بيأكد علينا في كل اجتماع، يمكن بعد عودته الكريمة، والحمد لله ربنا يطمنا عليه دايما، بعد عودته من رحلة العلاج كان حريص ان احنا لسه عندنا شغل كتير، ولسه عندنا اداء افضل من كده، ان احنا نحقق اداء مالي اقوى من كده. لان انت عارف النهاردة الفرق المحترفة الكبيرة اللي في العالم واللي منها النادي الاهلي، انجازاتها الرياضية بترتكز في الاساس على قدرات مالية ضخمة، واحنا حريصين ان احنا نطور قدراتنا المالية بشكل مستمر، وده دايما اللي هيخلينا ان الاداء اللي في الملعب يمثلوا اداء مالي بره الملعب، عشان يحصل الاندماج والتكامل ما بين العنصرين دول، لانهم اساس صناعة الرياضة. الحمد لله كابتن محمود عارف كده كويس ومدرك كده، وده كان من احد اهدافه الاستراتيجية في الانتخابات الاخيرة، وده كانت من وعوده. النهاردة دي بتتحقق بارقام واضحة، بحقائق واضحة على الارض، باستثمارات في بنية تحتية لم تشهدها اي من الاندية المصرية على مدار تاريخها. وان شاء الله في القريب يمكن الصور طلعت، طلعنا بعض الصور لفرع التجمع اللي هو مدعاه للفخر، ويمكن اعتقد اتصالات النهارده لما زارت الفرع ده في المقر بتاعه عشان تبدا تختار اماكن وضع الاعلانات بتاعتها لعلامتها التجاريه، كانت منبهره بما وصلت اليه البنيه التحتيه للنادي الاهلي اللي هي ما شفتهاش في اي مقر اخر داخل جمهوريه مصر العربيه. بنشكر حضرتك يا دكتور سعد، اتمنى التوفيق طبعا للنادي الاهلي، ومجهود كبير جدا مبذول من حضرتك ومجلس اداره النادي الاهلي. شكرا جزيلا، شكرا يا فندم. أعزائي المشاهدين ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي، كلام في غاية الأهمية من المدير التنفيذي للنادي الأهلي الدكتور سعد شلبي عن الخطط المستقبلية للنادي الأهلي وكيفية تطوير موارد النادي الأهلي طبقا لبرنامج الانتخاب للكابتن محمود الخطيب. كل التوفيق للنادي الأهلي في كل خطواته بإذن الله. من جديد تعود الكلمة للزملاء في الاستوديو. شكرا جزيلا، كلام محترم الحقيقة من الدكتور سعد شلبي زي ما قلت لحضراتكم.